فكرة بأن هذه المظاهرات معادية لسامية هذا كذب، إنه كذب. العديد من الطلاب الذين يتظاهرون ضد إسرائيل هنا في الحرم هم يهود. أنا عائلتي يهودية، ولكن كل واحد من عائلتنا يعارض ما تفعله إسرائيل، لأن إسرائيل لا تمثل مصلحة الشعب اليهودي. أهلا بكم، وهذه إطلالة جديدة على أمريكا اليوم، ونتابع فيها. تظاهرات مستمرة في الجامعات الأمريكية احتجاجا على تصاعد الحرب في قطاع غزة، فأي تأثير لهذه التظاهرات على المشهد السياسي الانتخابي في الولايات المتحدة؟ أهلا بكم من نيويورك هذه المرة وليس من واشنطن، ومن أمام جامعة كولومبيا التي تشهد اعتصاما لعشرات الطلاب الذين يطالبون بوقف الحرب على قطاع غزة. ينضم إلينا هنا رافائيل كادريس، وهو ناشط في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، يتظاهر في هذه المنطقة أيضا أمام جامعة كولومبيا. هل باعتقادك أن الدافع الذي تحدثت عنه إدارة الجامعة وتحدث عنه رئيس مجلس النواب بأن هناك حاجة لإخراج المعتصمين بالقوة هو دافع منطقي جيد؟ هل تعتقد بأنهم منطقيون في مطلبهم هذا؟ لا لا لا. هل هناك حاجة لإدارة الجامعة لإخراج المتظاهرين؟ لا، بكل تأكيد. المتظاهرون لديهم كل الحق والمسؤولية ليقفوا ليعتصموا ليوقفوا هذا الإبادة. وأكثر من 30,000 معظمهم من المدنيين، معظمهم قتلوا، معظمهم قتلوا. نصفهم من الأطفال، نصفهم أطفال قد قتلوا. القنابل الآن تمد لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة. الإبادة التي تحدث قد جعلت الولايات المتحدة ونحن كطلاب هنا في الجامعة، وهي جامعة مرموقة، الجامعات في جنوب كاليفورنيا، مينيسوتا، UCLA والعديد من الجامعات، هناك متظاهرون الآن يخاطرون بأن يعتقلوا وبأن تعلق دراستهم لوقف الإبادة. ومن الخزي بالنسبة للشرطة والإدارة هنا في الجامعة لأن يعتقلوا العديد من الطلاب. ولكن هذا يظهر لنا أولا بأن حكومة الولايات المتحدة تحتاج إسرائيل لتعزيز مصالحها في الشرق الأوسط وفي كل العالم، وهذا نظام من الرأسمالية والإمبريالية، وهم الآن يقمعون أي طالب يرونه يهدد نظامهم. نعم، نريد أن نبقى على الأقل الآن في هذا النقاش فيما يتعلق بالجامعة. هناك من يقول بأن هذه الاعتصامات والتظاهرات تهدد سلامة الطلاب اليهود في هذه الجامعة، ما تعليقك؟ فكرة بأن هذه المظاهرات معادية لسامية هذا كذب، إنه كذب. العديد من الطلاب الذين يتظاهرون ضد إسرائيل هنا في الحرم هم يهود. أنا عائلتي يهودية، ولكن كل واحد من عائلتنا يعارض ما تفعله إسرائيل، لأن إسرائيل لا تمثل مصلحة الشعب اليهودي. كما قال بابا إيكان القائد الثوري بعد المحرقة، أسوأ شيء حدث للشعب اليهودي هو دولة إسرائيل. درس المحرقة كان ينبغي أن يكون بأنه لا يحدث هذا مرة أخرى لأي أحد. إذا نحن الآن دورنا مثلا ليعاني الآخرون. الآن قادة إسرائيل يتصرفون بنفس الطريقة كما فعل النازيون حين قادوا إبادة اليهود. ما الهدف من الاعتصامات التي تقومون بها؟ يقولون بأنها بدون جدوى. هدف المظاهرات ينبغي أن يكون لوقف الإبادة التي تدعمها الولايات المتحدة.
والآن الجميع ينبغي أن يقفوا ضد قمع تلك الأصوات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم هنا وفي حرم الجامعات الأخرى. تتحدثون عن حرية التعبير. الشخص الآخر قال إن جامعة كولومبيا هي مؤسسة خاصة ولذلك حرية التعبير ليست مهمة هنا. هذه المعاهد تتحدث عن تبادل الأفكار، وهناك فكرة لا يحبونها حين نعارض الإبادة ثم يأتون بالمطرقة ضدنا. الولايات المتحدة ينبغي أن تكون بلد الحرية والديمقراطية، ويقولون بأنها مهد الحرية والديمقراطية لكل العالم. هذا كذب. أظن بأن هذا النظام مبني على الإمبريالية والرأسمالية والديكتاتورية، ولذلك يدعمون إسرائيل. أعذرني على المقاطعة. قبل قليل وأنت تتحدث مرة مجموعة من الشباب وقالوا إنك لم تزر إسرائيل ولا يحق لك الحديث بهذا. عادة هذه المشاحنات التي تحدث في محيط الجامعة وفي إطار الجامعة من المفترض أن تبقى سلمية وأن تقتصر على الحديث. هل لاحظت أنت حوادث اعتداء؟ هل لاحظت تحرشا ما في أحد ما من الأطراف؟ هل هناك ما يدعو للقلق على سلامة الطلاب أو بعضهم أو مجموعة من الطلاب في هذه الجامعة؟ كان هناك الكثير من المضايقات ضد الطلاب المساندين الفلسطينيين من قبل الصهاينة، وأنتم رأيتم قبل دقائق هذا يحدث. وكان هناك عدد كبير من المضايقات وحتى اعتقالات لهؤلاء المساندين للفلسطينيين. العنف الوحيد ضد الطلاب اليهود هو هؤلاء الطلاب اليهود الذين يقفون مع الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم ومهاجمتهم هنا في هذه الجامعة والجامعات الأخرى. إنه ليس وباء للعنف مثلا ضد الطلاب اليهود في هذا الحرم. هذا كذب لتبرير فقط القمع. أود أن أسألك أيضا، كيف تفسر لماذا تحاول بعض الأطراف الكذب؟ إذا كانت هناك أطراف تكذب كما تقول، تتهمها بالكذب، لماذا تكذب؟ لماذا تقول إنهم يتعرضون للتحرشات وللأذى؟ إنهم يكذبون لأن الولايات المتحدة هي الدولة الإمبريالية الأولى في العالم، وهم بحاجة إلى دولة إسرائيل لخدمة مصالحهم في السيطرة على الشرق الأوسط. ولهذا الولايات المتحدة تحت الجمهوريين والديمقراطيين تدعم هذه الإبادة، ولذلك الآن يقمعون ويلاحقون الطلاب الذين يرفضون الأمر. وهذا يظهر أيضا ضعف هذا النظام. لو أن الطلاب خسروا ولاءهم ليس فقط جامعة كولومبيا ولكن للنظام، فيمكن أن نحدث ثورة، وهذا ما ننظمه. وصلت الرسالة. هم يقولون إن التاريخ بدأ في 7 من أكتوبر بالهجمات والرهائن وغيرها، ونعم تلك كانت جريمة حرب، ولكن إسرائيل كانت تقمع الفلسطينيين لعقود قبل ذلك. إسرائيل بنيت على التطهير العرقي في 1948، طردوا مئات الألاف من الفلسطينيين من منازلهم، وقادوا حربا ضد الفلسطينيين، حربا تلو الحرب وضد المنطقة، وكانوا يقومون بعمل الولايات المتحدة القذر هناك بالقمع، وطبعا الولايات المتحدة وأفعالها القذرة في كل العالم. هذا العمل تقوم به إسرائيل نيابة عن الإمبريالية الأمريكية. ما فعلته إسرائيل بدعم الولايات المتحدة منذ 7 من أكتوبر كان جريمة حرب على نطاق واسع. حوالي 35 ألفا قتلوا. الغذاء، الماء، الأدوية، قطع الوقود عن كل هؤلاء الناس. هذه جرائم وحرب. إنه عقاب جماعي، وهذا يدعم من الولايات المتحدة، ولذلك أنا أنظم وأدعو الآخرين لأن ينظموا أنفسهم ثورة هنا في الولايات المتحدة، الدولة ذات النظام القمعي الأكبر في العالم.